إذا صباح الخير الصف الحادي عشر، سنقوم اليوم بمتابعة تحليل نص حكاية الشرق والغرب من محور الرابع، محور التفاعل بين الشعوب. كنا قد تحدثنا عن الكاتب ميخائيل نعيمة وتفاصيل عن أعماله وما قام به، وقرأنا النص حكاية الشرق والغرب في فيديو سابق وتحدثنا عن تفاصيله. وأردنا اليوم أن نضيف بعض الأسئلة أو الأشياء المهمة المتعلقة بتحليل هذا النص، ومن أهمها كيفية تعليل عنوان النص، حيث يتم تعليل عنوان النص من خلال هذه الأشياء الموجودة أمامنا، من خلال تكرار كلمة العنوان في النص، من خلال وجود شبكة معجمية متعلقة به، ومن خلال دوران النص حول العنوان. ووجود ضمائر تعود لكلمة العنوان. ووجود ضمائر تعود لكلمة العنوان. طبعا الأسئلة الجديدة التي نريد الإجابة عنها موجودة هنا، الأسئلة المتعلقة بالنص. علل عنوان النص حكاية الشرق والغرب. ما هو موقف الكاتب من التلاقح بين الشرق والغرب؟ حدد وظائف الكلام المتوفرة في النص، واذكر مؤشرات كل وظيفة، حدد وظيفة كل من أدوات الربط الآتية: إن، أما، لذلك، وثم. استخرج من النص 3 صور بيانية، ذاكرا نوعها ووظيفتها. وسادسا، بعد كل ما تعرفتم إليه، كيف ترون هذا التفاعل الثقافي بين الشعوب؟ وسابعا، ما علاقة النص بالمحور الذي ينتمي إليه؟ وحرك أواخر الكلمات في الفقرة الأخيرة من النص. إذا بدأنا بالحديث عن علل عنوان النص حكاية الشرق والغرب، طبعا المرحلة الأولى من تعليل العنوان تكون بالحديث عن تكرار هذه الكلمة داخل النص. حكاية الشرق والغرب، يعني الأساس هو الشرق والغرب. علينا أن نبحث عن عدد المرات التي تكررت فيها هذه الكلمة حكاية الشرق والغرب، نحصي عدد المرات لنرى كيف أن هذه الكلمة مهمة وهي من أساس النص وتمثل الفكرة الرئيسية له من خلال تكرارها بشكل واسع. بعد ذلك أيضا نذهب للحديث عن الضمائر العائدة إلى كلمات العنوان. هذه الضمائر العائدة لكلمات العنوان أيضا إذا كانت كثيرة لا داعي لي أن نحصيها، قد تكون كثيرة جدا. يمكن أن نقول بأن هناك الكثير من الضمائر التي تعود، وبإمكاننا إعطاء بعض الأمثلة. ثم ننتقل إلى الحقل المعجمي المتعلق بالنص بالشرق والغرب. طبعا سيكون حقلا معجميا وافرا ومتوفرا بكثرة في النص. طبعا سيكون متوفرا بكثرة في النص. علينا أن نأتي بهذا الحقل أو نأخذ بعض العبارات المتعلقة بهذا الحقل المعجمي. طبعا بعد ذلك سنذهب إلى الخطوة التالية، وهي ملاحظة كيف أن موضوع النص بشكل عام يدور حول العنوان. يعني كل موضوع النص وكل التفاصيل التي يتحدث عنها النص هي تدور حول هذا العنوان حكاية الشرق والغرب. فيكون الجواب النموذجي على الشكل الآتي:
لا شك أن عنوان النص يلعب دورا مهما في تحديد موضوعه أو جزء مهم من فكرته الرئيسة. وتظهر أهمية العنوان هنا حكاية الشرق والغرب، ويبرز دوره من خلال تكرار كلماته. وهنا تكررت كلمة الشرق ومشتقاتها 15 مرة، وكلمة الغرب ومشتقاتها 14 مرة. هنا أحصينا الكلمات، بالإضافة إلى توفر عدد كبير من الضمائر العائدة إليهما. هذا العدد الكبير لا داعي لإحصائه. بالإضافة إلى توفر حقل معجمي واسع متعلق بالشرق والغرب في كامل أنحاء النص، نذكر منه حمله الشرق، يستشرق، يستغرب، الشرق والغرب، تفاعل وتلاقح، شنها الغرب على الشرق. كل هذه الأشياء جاءت لتدل على أن العنوان هو المحور النص الذي يدور حول موضوع العلاقة بين الشرق والغرب وعملية التلاقح والتفاعل بينهما. فمن خلال كل هذه المؤشرات تظهر أمامنا أهمية العنوان في هذا النص. طبعا علينا أن نعرف جيدا أهمية علينا أن نعرف جيدا أهمية هذا السؤال الجديد، وما هي الخطوات التي يجب أن نقوم بها. السؤال الثاني: ما هو موقف الكاتب من التلاقح بين الشرق والغرب؟ هنا الكاتب دخل إلى النص أو في موضوع النص ليتحدث وليثبت أن الشرق والغرب وعملية التلاقح بينهما هي عملية طبيعية وفي تحدث دائما وهي مستمرة على مدى التاريخ البشري. هذه الفكرة هي التي أراد الكاتب التعبير عنها، وأراد طبعا إيضاحها وإيصالها لنا. فقد اعتبر أن الغرب والشرق في تلاقح دائم على مدى التاريخ. ما هو هذا التلاقح؟ التلاقح أي أنهما في علاقة مستمرة ودائمة وفي تواصل دائم لا ينتهي على مدى التاريخ، مهما كان شكل هذا التواصل، عن طريق الحروب، عن طريق المدارس، عن طريق مهما كانت الطريقة التي يحصل فيها هذا التفاعل. كان لابد من أن يحصل هذا التفاعل. هنا يقول بأن التلاقح بين الشرق والغرب هو كان يعتبرهما كفتان في ميزان، يعني كل واحدة منهما أو كل الشرق والغرب كل واحد منهما كفة وتعادله الكفة الأخرى. فالكاتب هنا يعتبر أن التلاقح بينهما عملية التلاقح بينهما حتمية في مختلف الميادين كما يحصل في عالم النبات والحيوان. فالكاتب يؤمن بأن الشرق والغرب حكاية تلاقح مستمر. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر: حدد وظائف الكلام المتوفرة في النص واذكر مؤشرات كل وظيفة. هنا وظائف الكلام المتوفرة في النص، طبعا الأهم وظائف الكلام المتوفرة في النص، الوظيفة المرجعية. لهذه الوظيفة هذه الوظيفة هي التي تحصل من خلال تركيز الكاتب على موضوع المرسلة، يعني لا يهتم كثيرا باللغة، يعني اهتمامه الأكبر يكون بالموضوع الذي يبحثه أو الذي يطرحه. هنا هذه هي الفكرة.
التي يعني ركز على موضوع التلاقح بين الشرق والغرب والعلاقة بينهما والتلاقح المستمر على مدى العصور. هنا الوظيفة المرجعية تكون مسيطرة عندما يكون التركيز على الموضوع المطروح. أما الوظيفة الثانية الموجودة فهي الفنية الجمالية، لأن الكاتب هنا ظهرت كتابته بطريقة أدبية على الرغم من تركيزه على الموضوع، فكانت له نظرة أدبية وكتابة أدبية. اعتبر فيها أو ظهرت هذه الكتابة من خلال طبعا أدبية الكاتب كيف تظهر؟ تظهر من خلال دائما الاستعارات والتشابيه والصور البيانية والتعبير المجازية، خروجه عن اللغة التواصلية، يعني الأدبية بعكس التواصلية. هنا تظهر أدبية الكاتب من خلال غزارة الاستعارات، حيث استعمل الطبيعة مثلا، جعلها تسخر هواءها وجعل الأفكار تتلاقح. كذلك استعمل الطبقات، بان واستتر، تصادق اثنان وتعاديا. كل هذه الأمور جعلت من الوظيفة الجمالية أيضا متوفرة في هذا النص. بعد ذلك حدد وظيفة كل من أدوات الربط الآتية. هنا إذا أردنا الحديث عن أدوات الربط، طبعا يجب أن نتحدث عنها بالمكان الذي تواجدت فيه. فطرحنا وظيفة أداة الربط إن دائما أينما وجدت هي عبارة عن أو هي تدل على للتأكيد، وقد وردت في الفقرة الأخيرة في جملة إنها حكاية تلاقح مستمر. إن هنا جاءت أو استعملها الكاتب ليؤكد أن الشرق والغرب في حالة تلاقح مستمر ودائم، لذلك استعملها الكاتب بهذا الشكل. أيضا أما استعملها في عدة أماكن. استعملها في الفقرة الأولى، أما الحيوان وقال: وقد سخرت لها الطبيعة الهواء وحشرات شتى تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة. أما الحيوان والإنسان فالغريزة الجنسية متأصلة في كليهما. هنا أما تفيد التفصيل والتوكيد، يعني تفيد تأكيد الفكرة هنا. بعد ذلك نأتي للحديث عن أداة الربط لذلك. لذلك دائما تفيد الاستنتاج عندما تمر، دائما ما تفيد الاستنتاج. فقد هنا استنتج الكاتب بأن الشرق والغرب كلاهما كان مشغولا بمحو الحدود بين الناس. أما الأداة الربط الأخيرة ثم، فهي معروف بأنها من أدوات العطف، من أحرف العطف، وهي تفيد التوكيد. وهي تفيد التوكيد، ولذلك استعملت هنا، استعملت للجمع. ثم عفوا، لا تفيد التوكيد، ثم تفيد العطف. العطف أي الجمع بين عدة أشياء، هو هذا الجمع بين المراحل مع التراخي الزمني. وهذه هي إجابات الأسئلة المتعلقة بهذا النحو أو بأدوات الربط. نأتي بعد ذلك إلى السؤال الخامس: استخرج من النص 3 صور بيانية ذاكرا نوعها ووظيفتها. طبعا هنا النص مليء بالصور البيانية التي زادت من غناه ومعانيه الإيحائية، ومن هذه الصور
الطبيعة تسخر هواءها، الأفكار تتلاقح، الشرق يهجع، نوعها طبعا استعارات. ومن وظيفة أو من وظائف الصور البيانية من وظائف الصور البيانية هنا إغناء النص، وتعطي العبارة طاقة إيحائية كبيرة، كما أنها تضفي مسحة جمالية عليه لتبعده عن الرتابة والملل. نأتي إلى السؤال السادس: بعد كل ما تعرفتم إليه، كيف ترون هذا التفاعل الثقافي بين الشعوب؟ طبعا هذه إجابة حرة لكم بعد أن تحدثنا عن هذا النص في مرحلتين أو على مدى أسبوعين. يمكنكم الحديث عن أو الإجابة بشكل حر، شرط أن تكون طبعا الإجابة بأسلوب متماسك خال من الأخطاء. بالنسبة للسؤال السابع: ما علاقة النص بالمحور الذي ينتمي إليه؟ دائما ما يطرح هذا السؤال. عادة هناك نص يكون له عنوان معين، وهذا النص هنا بعنوان حكاية الشرق والغرب، ويكون من ضمن محور. هذا المحور أيضا له عنوان، وعنوان المحور هو التفاعل الثقافي بين الشعوب. وبالتالي هناك علاقة تربط بينهما، عادة ما تكون وثيقة، ويكون هذا النص هو جزء لا يتجزأ من المحور المطروح أو المحور الذي يتحدث عن العلاقة بين الشرق والغرب. فنلاحظ هنا أن النص بعنوان حكاية الشرق والغرب، وهو يتحدث عن العلاقة بين الشرق والغرب والتلاقح بينهما على مختلف الصعد، يعني في مختلف النواحي. وهذا التفاعل بين الشرق والغرب هو جزء لا يتجزأ من الحركة الثقافية بين الشعوب، وبالتالي فالعلاقة وثيقة بينهما، لأن التفاعل قلنا هو جزء من الحركة الثقافية والتفاعل الثقافي بين الشعوب. يعني عندما نريد أن نتحدث عن علاقة النص بالمحور، نحدد عنوان النص وعن ماذا يتحدث النص، ثم نحدد عنوان المحور ونقوم بالربط بينهما بهذا الشكل. السؤال الثامن والأخير: حرك أواخر الكلمات في الفكرة الأخيرة. أنا لم أحركها مباشرة، سأقوم بتحريكها أثناء القراءة. نلاحظ هنا: تلك هي حكاية الشرق والغرب. سنلاحظ أن هناك في هذه الفكرة الكثير من الكلمات المحركة، ولكن كان تركيزنا على الكلمات غير المحركة. والغرب في خطوطها الشاملة، إنها حكاية تلاقح مستمر، وإن شئت فقل حكاية توازن لا يستقر. فالاستعمار الذي هنا، الذي شاءه ذووه ذووه وسيلة للاستغلال
لا أكثر، تحول بتدبير غير تدبير الإنسان إلى وسيلة للتلاقح والتوازن بين شقي بين شقي الإنسانية العظيمين، أعني الشرق والغرب. فهذان الشقان كانا وما برحا كفتين نحرك دائما الآخر الكلمة الأصلي ومع الضمير في ميزان واحد. بهذا الشكل نكون قد أنهينا الحديث عن الأسئلة، فقط نعود لننهي هذا النص بالحديث عن ما ورد فيه. قلنا بأن النص بعنوان حكاية الشرق والغرب، وهو جزء من محور الرابع، المحور الرابع، المحور الأخير، التفاعل الثقافي بين الشعوب، حيث قلنا بأن التفاعل الثقافي هو من سنن الحياة أو من سنة الحياة، ودائما ما كان يحصل بين الشعوب في مختلف الظروف والأحوال، وهو يعني كانت البشرية تشهده دائما من خلال عدة أوجه، إما عن طريق التجارة وتبادل السلع والصناعات، وإما عن طريق، طبعا هذه التجارة تجعل التجار عندما يدخلون إلى بلاد معينة يعني يختلطون مع أهلها ويبحثون ويعرفون تفاصيل حياتهم ويتعرفون إلى عاداتهم ومعارفهم وثقافتهم ولغاتهم. كل هذه الأشياء يقومون بمحاولة نقلها إلى شعوبهم وإلى الأماكن التي يعيشون فيها. كل هذه الأشياء تساهم في عملية التفاعل الثقافي الذي كان يأخذ مناح متعددة. من هذه المناحي طبعا الحروب، أيضا حتى الحروب بكل مآسيها وويلاتها تأتي بتفاعل ثقافي أو فكري أو بين الشعوب، طبعا من خلال دخول القوات المحتلة مثلا إلى مكان معين وإلى دولة معينة، وإدخال هذه الحضارة أو الأفكار التي يمتلكونها ومحاولة تطبيقها في البلاد التي احتلوها. كل هذه الأشياء هي جزء من عملية التفاعل بين الشعوب طبعا. وعندما إذا أردنا الدخول مجددا في النص، في موضوع النص حكاية الشرق والغرب، كان يطرح الكاتب هذه الفكرة ويقول بأن عملية التلاقح بين الشعوب هي عملية فطرية، يعني هي ثابتة وموجودة ومستمرة منذ القديم جدا ومنذ وجود البشرية، فلذلك هي ليست عملية جديدة وليست أبدا طارئة في عصرنا الحديث، بل هي عملية قديمة جدا، حيث اعتبر أن الشرق كان متفوقا على الغرب سابقا من خلال ما قدمه من أشياء للحضارة، ومن خلال تقدمه واحتلاله ودخوله إلى في أماكن عميقة من داخل أوروبا، حيث كانت الفكر الأوروبي ما يزال أو لا يزال فكرا بريا
حيث كانت أوروبا لا تزال تعيش في حالة اقتتال وحروب بين شعوبها. ثم بعد ذلك أخذ الغرب بعضا من هذه التطورات وبدأ يزيد عليها وبدأ يطورها حتى تفوق على الشرق الذي كان قد وصل إلى مرحلة القمة، فأصبح في مرحلة عدم توازن، مرحلة انحطاط كأن نقول، جعلت الغرب يتفوق عليه بشكل واضح. ولكن لم يعتبر الكاتب بأن هذا أمر، يعني بأن هذا أمرا سيئا. لماذا؟ لأنه قال: كلما أرادت حضارة السيطرة على حضارة أخرى كانت كأنها تعطي الترياق والدواء لهذه الحضارة لكي تنهض من جديد وتقاوم وتسعى لفرض نفسها وإعادة سيطرتها على ما أو على الساحة الثقافية. فدائما حكاية الشرق والغرب هي حكاية كر وفر بينهما. هذا ما أردنا الحديث عنه من خلال هذه المحاضرة. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا ما نتحدث إليه، وشكرا لكم.